أنا هيزن أودين، مدرب أساليب بقاء ومرشد في الحياة البرية. عشت مع أفراد القبائل في أنحاء العالم واكتسبت فهماً فريداً لتقنياتهم في البقاء العجيبة. أسافر الآن إلى أقصى الأماكن في العالم لمواجهة تحديات تأخذني إلى أقصى حدود معرفتي ومهاراتي وقدرتي على التحمل. قد يعاني أغلب الناس للنجاة هنا، لكن عبر تسلحي بالطرق القديمة للسكان المحليين سأريكم وأعلمكم أساليب البقاء. هذه المرة أنا في جبال مقاطعة غويتشو في الصين. مع ارتفاع الرطوبة وأمطار الرياح الموسمية تصبح الأرض غنية وخصبة، لكن الأودية شديدة الانحدار والغابات كثيفة. الترحال عبر هذه الأرض يستنزف الطاقة ويتطلب الحذر. هذه الأرض هي ملجأ للحيوانات البرية الخطيرة وموطن لبعض أكثر الأفاعي القاتلة في العالم. أنا على وشك لقاء أحفاد قبيلة قديمة، والذين على مر قرون سيطروا على هذه المعالم الطبيعية ووجدوا أسلوب حياة فريدا. لكن القرويين الذين أوشكوا على لقائهم ما زالوا يمارسون طرقهم القديمة. مرحبا، أهلا بك. طيلة الأسبوع القادم سأعيش جنبا إلى جنب مع شعب البياشن لاستيعاب مهاراتهم الأساسية في النجاة. يقدم شعب البياشة هذا الطبق الشهي عادة كجزء من وليمة أكبر بكثير، وعاء من الدم المتخثر. هذا دم ماعز لسج مع فلفل حار فوقه. حسنا، يعيش في هذا المنزل الخشبي مع عائلته، وسيعلمني زعيم القرية السيد جوين طرق شعب بياشة التقليدية. استخدم أسلافنا هذا النوع من الأسلحة. حين تصبح رجلا يتم إعطاؤك هذه البندقية. أريد أن أتعلم أسلوب حياتهم، لكن قبل أن يتم قبولي من قبل شعب بياشة علي أن أنجز عدة تحديات. بعد اجتياز الغابات الكثيفة والمياه المتدفقة والاقتيات على خيرات الأرض سأبدأ العمل بمفردي. يوم عمل شعب بياشا متنوع، يتطلب القوة والحرفية والارتياح بتسلق المرتفعات. كن حذرا. حسنا. هذه هي حقول أرز شعب بياشا. تم صنع المدرجات المشبعة بالماء في سفوح الجبال الخصبة المنحدرة التي توفر الظروف المثالية لزراعة المحاصيل التي تؤمن معيشتهم. ينمو الأرز الدبق أو اللزج بشكل أفضل تحت الماء. يدير شعب بياشا ري حقول الأرز باستعمال سلسلة معقدة من القنوات والخنادق، جميعها تتغذى من نبع طبيعي في أعالي الجبال. هذا النوع هنا ديدان. حسنا، لابد أنه توجد ديدان في هذا الخشب. هذا ما يخبرني به سيد جوين. فهمت أن الديدان هنا في الداخل. تمت مهاجمة هذه الشجرة من الداخل من قبل يرقات الخنفساء ثاقبة الخشب. إنها تصنع ثقبا بحجم جيد. انظروا لهذا، إنها شهية. بعد اجتياز قمة واحدة نصل إلى الوادي الذي سيقودني إلى أراضي الصيد. بدأت السماء تصبح قاتمة. لأثبت أنني أملك ما يتطلبه الأمر لأكون رجل بياشة، علي أن أكمل التحدي الآن وأن أصطاد غنيمة من الأسماك. بالنزول عبر غابة الخيزران أصل إلى النهر، فسأصل إلى أراضي الصيد التقليدية. لكن بعد الترحال طيلة الصباح لم تظهر علامات على أني اقتربت. ثم تبدأ جدران الوادي بالارتفاع بشكل حاد فوقي. أنا أتوغل أكثر فأكثر في هذا الوادي، وهذه الحواف تصبح منحدرة أكثر فأكثر. ليس لدي خيار حقا سوى أن أتبع النهر وأرى إلى أين يؤدي. بينما أتوغل في الوادي الضيق أكثر تظهر أخيرا علامات على أنني اقتربت من أراضي الصيد. هناك أنواع مختلفة من اللافقريات هنا. إن نظرت إلى الجانب السفلي من الصخرة
يمكنني أن أرى يرقة ذبابة مايو وذبابة القمص وحلزونا وبيوض حلزون، وسأرى إن كان بوسعي أن أصطادها. سأستخدم تقنية البياشة التقليدية لأحصل على غنيمة كبيرة قدر المستطاع. وعلى ضفة النهر هناك نبتة مثالية لأداء المهمة، يطلق عليها السكان المحليون جاشو أو نبتة الأسماك المصابة بالدوار. أوراق نبتة القصور المحلية هذه تحوي مزيجاً كيميائياً يصيب السمك بالدوار ويجعل من الأسهل صيدها. إن جمعت ما يكفي منها وسحقتها على ضفة المجرى سأتسبب بإطلاق السم. إنه عمل شاق، لكن طحنها على الصخور والحصى يسرع العملية. يوجد الكثير من الفقاعات، هذا أشبه بوضع الصابون في الماء باستثناء أنه سام للغاية بالنسبة للأسماك. السم هو مادة الصابونين، وكسم فهو يؤثر في الأعضاء التنفسية للسمكة. بمجرد أن يدخل إلى الماء فإنه يمنع قدرة الأسماك بشكل فعال من استنشاق الأكسجين عبر زعانفها. تشعر السمكة بالدوار وتندفع نحو السطح متلهفة لاستنشاق الهواء، وبمجرد أن تصبح على سطح الماء يصبح من الأسهل الإمساك بها. يجب أن أكون سريعا حقا بهذا العمل. انظروا لكل هذه الفقاعات هناك، أنا أضغطها نحو الأسفل قليلا، سيستمر الماء باستخلاص المادة الكيميائية بشكل طبيعي. قدم 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 قدم. Feel here. ناسيونال جيوغرافيك. نحن الآن مع الجزيرة العالمية، سوف نقدم لكم الآن الوحش الخطير اسمه المقدم. أين أنت أيه العفريت؟ هيا خرج. هلو يا كلاين. واش هادشي هذا؟ شنو اللي عجبك؟ طوبي. Hallo, wo seid ihr denn? Das ist hier. Guck. Hallo. Wer bist du denn? Süß. Das ist hier. Schau, was hat er gerade? Kiom. شطوب به هذه وما عرف شنو هو هذا الشيء. هذا واش هذا العجب؟ هلو واتكيدي راسي والله الا طوب به هذه واقيلا ما عرف شنو هو هذا الشيء. هذا فرخ. هاي 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 راه هو فين مشى؟ هاي هو غادي كيبانش. Super der Schnüster. Oh, ich wollte mit dir spazieren gehen.
حاضرين ونقدم واخا على ابوك. طوخ يا انا مستوب بافوس كان زي لوكاس دو هديت في الثالث يا لوس كاتشني إنه الحنش هنا إنه الحنش إنه لفعة كبيرة هي هاد كيسك